بسم الله الرحمن الرحيم. في إطار توجيهات سيادتك يا فندم بالاهتمام بالتصنيع المحلي للوحدات البحرية داخل ترسانات القوات البحرية، بحب أطمن سيادتك أن احنا الفترة الأخيرة يا فندم تم الانتهاء من صناعة عدد 3 فرقاطة طراز جو وين بالتعاون مع الجانب الفرنسي. أيضا يا فندم 30 رب قتالي طراز رافال 2200 و 11 لانش يا فندم طراز سويفت 28 متر. والنهارده يا فندم بنستكمل مسيره النجاح في التصنيع البحري بترسانات القوات البحريه، وبنستاذن سيادتك ان احنا ندشن الفرقاطه الجبار طراز ميكو 200 اللي تم تصنيعها في ترسانه الاسكندريه بايادي مصريه بنسبه 100%. نستاذن سيادتك في التدشين يا فندم. استاذ سيادتك في تقديم درع السفينة الجديدة فندم. ادي بلدنا وادي الرجالة جاهزين،